بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة Design of Railway Cross Girders. أول حاجة Loads and Straining Actions. أول حاجة Dead Load. Dead Load عبارة عن أحمال مركزة جاية من الرياكشن بتاع السترينجرز، يبقى هتساوي W Dead في S على أساس إن جاية من اتنين سترينجر او اتنين كيو ديد بتاعة السترينجر. طيب الحمل الموزع هو عبارة عن السيلف ويت او الاون ويت بتاع الكروس جيردر اللي هو بيتراوح من 300-350 كيلو جرام على المتر الطولي. وعشان نفتكر الويت بتاع او الحمل اللي جاي من السترينجر هو الويت اوف تراك 600 كيلو جرام على المتر الطولي. طبعا كل سترينجر شايلة نص تراك يعني 600 على الاثنين. الويت اوف سترينجر بريسنج 50 على الاثنين. الاون ويت اوف سترينجر من 100-200 كيلو جرام على المتر الطولي، يبقى الدبليو ديد سترينجر تتراوح من 425-525 كيلو جرام على المتر الطولي. هضربها في الاس اللي هو الاسبان بتاع السترينجر، يدينا ده شكل الأحمال اللي هي الديد لود. يبقى الدبليو ديد اللي هو الأنوت بتاع الكروس جيردر، والبي ديد اللي هو الرياكشن اللي جاي من السترينجرز. ودي طبعا انترميديت كروس جيردر لأن الطرفية هيبقى الوضع مختلف، ولكن احنا بنصمم الانترميديت وبتبقى الطرفية زيها. طيب الكيو هنا ده سنجل تراك، ده طبعا ايه الماكسيمم هيبقى عند منتصف الاسبان ماكسيمم مومنت، الماكسيمم شير عند السبورت. ده لو دبل تراك هيبقى الماكسيمم في الميد سبان برضو. طبعا المسافات معروفة اللي هي في التراك الواحد الاتنين سترينجر 1.8 متر، بين التراك والتراك 1.7 متر. بعد كده نفس التراك الواحد التاني هيبقى 1.8 متر. ونقدر نحسب الـ M ديد والـ Q ديد بالـ Simple Statics. ده لو تريبل تراك نفس الكلام، الـ M ماكسيمم في النص، الـ Q ديد ماكسيمم على عند السبورت سواء يمين أو شمال نفس الكلام. بالنسبة لللايف لود، اللايف لود لازم اجيب برضو الرياكشن بتاع الموفينج ويل لود على بالنسبة للسترينجر على الكروس جيردر، يبقى السبورت بتاع السترينجر هو الكروس جيردر. انا هدرس برضو انترميديات كروس جيردر. لو الاسبان اس بيتراوح من 2.4 لأقل من 3.2 متر، هتبقى دي الكيس اللي ممكن تدي الماكسيمم في الحالة دي، اللي هي بحط ايه عجلة 12.5 طن وعجلة شمالها وعجلة يمينها، وطبعا العجلة الرابعة هتطلع بره السبان. وهنا ممكن يدخل جزء من اليونيفورم لود اللي هو 4 طن على المتر الطولي جوه احد السبانز. ممكن احسب الرياكشن بالسيمبل ستاتكس، اعتبر كل سبان من دول سيمبل بيم واحسب له الرياكشن عند السبورت اللي في النصف اللي في المنتصف ده كرياكشن عادي، او ارسم الانفلونس لاين بتاع الرياكشن اللي هو هيبقى مثلث لكل سبان، مثلث 1 و0 و1 و0، واضرب كل فرصة في الاوردينت اللي تحتها، والاوردينت بتجاب بالنسبة والتناسب طبقا للمسافات. طيب يبقى هنا من المسافات دي يبقى بي لايف هتساوي 12.5 في 1 زائد 12.5 في 2 زائد 12.5 في 2 زائد الاربعة طن دي في الاريا بتاعت المثلث اللي مرسوم بالاحمر. ممكن حالة تانية نجربها ان احنا نحط البوينت لودز بالشكل ده بتماثل حوالين السبورت ونحسب الرياكشن برضو في الحالة دي، مش هيدخل اي يونيفورم لود معانا.
ولكن هي الحالات دايما اللي بتدي الماكسيمم اللي لما يكون في بوينت لود على السبورت مباشرة، ولكن برضو بنجرب الحالات دي ونشوف انهي بيدي اكتر. لو السبان اكتر من 3.2 متر وجربنا الحالة اللي فاتت دي اللي هي الاحمال اتحط بالتماثل، هيدخل معانا جزء من اليونيفورم لود من الناحيتين. السبان بتاع السترينجر اكتر من 3.2 متر واقل من 4 متر وجربنا الحالة اللي هي نحط بوينت لود على السبورت على طول، هيطلع الناحية دي على شماله سنجل بوينت لود، على يمينه تو بوينت لودز. هنا مفيش يونيفورم لود دخل معانا، هنا في يونيفورم لود دخل معانا، ونحسب بطريقة الانفلونس لاين او بالسيمبل equations احسب الرياكشن اللي هو هيبقى البي لايف اللي نازل على الكروس جيتر. الحالة الأخيرة لو السبان أكبر من 4 متر، السبان بتاع السترينجر، هيبقى بحط زي الحالة اللي فاتت، أحط حمل 12.5 على السبورت، في 12.5 على الشمال، واتنين حملين ويل لود على اليمين. هيدخل معايا جزء من اليونيفورم لود على اليمين وجزء من اليونيفورم لود على الشمال، واقدر احسب الرياكشن برضو بواسطة الانفلونس لاين للرياكشن عند السبورت اللي في المنتصف. طبعا هنا عندنا ممكن السترينجر ينطبق عليها اكتر من حالة بالنسبة لطول السبان، فبطبق جميع الحالات اللي تنطبق عليها واختار الحالة اللي تدي أكبر قيمة للبوينت لود أو البي لايف. البي لايف طبعا اللي هو الرياكشن ده هيبقى هو الحمل اللي جاي على كروس جيردر زي ما هيجي بعد كده. هنا ده شكل الكروس جيردر سيمبل بيم، بتتعمل سيمبل بيم. هنا ده عرض الكوبري بي، هنا ده سنجل تراك طبعا، فتو بوينت لودز موجودين، الماكسيمم مومنت يا اما في المنتصف يا اما في تحت البوينت لود، الماكسيمم شير ديو تو لايف لود بيبقى عند السبورت طبعا يمين زي الشمال عشان التماثل. برضو لو دبل تراك هنا هحمل بي لايف كاملة على كل تراك، واحسب الماكسيمم مومنت يا اما تحت البوينت لود ده يا اما في المنتصف، والماكسيم شير تحت السبورت او عند السبورت. لو عندنا تريبل تراك او ثري تراكس، يبقى هنا احمل، مينفعش احمل التراكس كلها، ده طبقا للكود، بالفول لايف لود، لان يعني احتماليه ان يبقى فيه 3 قطارات معدين على الكوبري في نفس الوقت ويدوا كمان نفس حالة التحميل الماكسيم بي لايف، يعني بتبقى احتمالية قليلة، فعشان كده بيحصل ريدكشن لللايف لود. يبقى تو تراكس يتاخدوا فول لايف لود، وتراك تالت يتاخد نص اللايف لود، وممكن التراك ده يبقى في اي مكان. فاحنا بنحط الاحمال بحيث تدي أكبر قيمة لللايف لود، وهتبقى أكبر قيمة في تحت طبعا بوينت لود القريب من منتصف السبان طبعا اللي من الناحية دي، لأن الناحية دي أتقل من الناحية اليمين طبقا للإيه للرصة اللي احنا عاملينها للأحمال. برضو الماكسيم شير هيبقى عند السبورت الشمال. طب لو عندنا 4 تراكس، يبقى هنا هيبقى 2 تراكس فول لايف لود وتراك هاف لايف لود، وباقي التراكس لو حتى 5 تراكس كلهم ياخدوا ايه ربع اللايف لود. طيب بنحاول نرص الرصة اللي تدي ماكسيمم مومنت، يبقى نحاول نخلي التراكس تقيلة في قرب المنتصف، والتراك النص لايف لود على الطرف، والتراك الربع لايف لود على الطرف. طبعا برضو الجنب الشمال هو الاتقل في الحالة دي، هيبقى الماكسيم لايف لود تحت البوينت لود ده، يتحسب بقى بالانفلونس دايجرام، يتحسب بمعادلات العزوم والكلام ده،
بأي طريقة يعني يبقى مقبول، المهم يطلع القيمة صح. طيب الماكسيموم شير هتبقى الرصة هنا هتختلف في الفورتريكس، لكن كانت دايما الماكسيموم مومنت والماكسيموم شير هي نفس الكيس في السنجل تراك والدبل تراك والتريبل تراك، لكن في الفور تراكس لا هنعمل رصة مختلفة، نحاول نتقل الأحمال قريب من السبورت وتقل كل ما بنبعد عن السبورت اللي بنحسب عنده الشير. يبقى هنا ده فول تراك، فول تراك، هاف تراك لود، هنا كوارتر تراك لود، ويبقى الكيو لايف ماكسيم عند السبورت الشكل. بالنسبة للديناميك افكت او الامباكت، طبعا الامباكت بيبقى كيس 1، يعني دي احمال اساسية او احمال رئيسية. يبقى هنا عندنا باخد طبعا اللي هو اللايف لود ديناميك فاكتور اللي هو الفاي، اللي هو عبارة عن، طبعا احنا عارفين امباكت فاكتور عبارة عن ايه، فاي ناقص 1. طيب الديناميك لود فاكتور 0.73 زائد 2.16 على جذر ال LI اللي هو الافكتيف لينث فور ديناميك افكت بالمتر ناقص 2 من 10. طبعا الفاي ده ما يقلش عن 1.1 من 10، ما يزيدش عن 2، يبقى لو قل هاخد 1.1 من 10، لو زاد هيتاخد 2. طيب الافكتيف لينث ده بيحدد بواسطة الكود، لو انا هدرس انترميديت كروس جيردر هيبقى بيساوي 2b، يعني ضعف السبان بتاع كروس جيردر. لو هدرس اند كروس جيردر اللي هي على اطراف الكوبري من ناحيتين، يبقى الافكتيف لينث فور دايناميك افكت 3.6 متر. في سكندري افكتس او كيس 2 لودنجز، اول حاجه نتيجه الافكت اوف الاستيك فورس اللي هو اليو فريم اكشن بتاع البوني بريدج اللي هو بالشكل ده، والقوه هنا بتقدر بسي على 100، في قوه لاترال فورس تقدر بسي على 100، حيث السي دي هنا لو بتكلم على تراس بريدج هي الفورس الماكسيمم اللي موجوده في الابر كورد. لو بتكلم على بليت جيردر بريدج يبقى هي القوة الماكسيمم أو كومبريشن فورس الماكسيمم الموجودة في الأبر فلانج اللي هي بتقدر بـ M ماكسيمم للبليت جيردر اللي هي M ديد زائد لايف زائد إمباكت على 0.97 الـ H بتاع المين جيردر. المسافة H اللي هي ذراع العزم هتبقى من الأبر فلانج لغاية السنتر لاين بتاع الكروس جيردر، أو من الأبر كورد لغاية السنتر لاين بتاع الكروس جيردر. يبقى هطبق التو إلاستيك فورسز اللي هي سي على 100 وسي على 100 من الجهة التانية، هتدينا مومنت بالشكل ده منتظم هيساوي H في سي على 100 هيبقى على الكروس جيردر. التأثير التاني بتاع الويند لود وكيس 2 أيضا بالنسبة للأحمال، الأحمال عبارة عن 100 كيلو جرام، أحمال الرياح 100 كيلو جرام على المتر المربع، مضروب في السبيسنج بين الفيرتيكال ممبرز أو بين الكروس جيردرز، مضروب في 4 من 10 فاكتور عشان ياخد تأثير الفتحات بتاعت اللي بين التراس ممبرز. لو بليد جيردر هتبقى 1 من 10 على المتر المربع مضروبة في السبيسنج اس. المسافة اتش هي من جيردر، ارتفاع من جيردر لغاية منتصف كروس جيردر. يبقى الـ M additional بالتقريب يساوي W wind في H تربيع الاتنين، لكن لو عايزين نحسبها بطريقة أدق هنفترض هنا إن الحمل الأفقي WW وهنا في reaction R على الاتنين و R على الاتنين، ونعمل بقى ناخد عزوم للقوة دي كلها R على 2 في المسافة، وهنا W W في H تربيع على 2 ناقص W W في H كروس جردر على 2 الكل تربيع، ونشوف بقى المومنت يطلع قد ايه في الجزء ده على الكروس جردر.
وطبعا المومنت مش منتظم التوزيع زي الحالة اللي فاتت. التأثير اللي بعد كده اللي هي البريكنج فورس والدراج فورس أو الأكسلريشن فورس، اللي هي قوة الفرملة وقوة الجر. قوة الفرملة طبقا للقيود هي 25% من مجموع اللايف لودز without impact، بتتاخد على 2 تراكس. الدراج فورس نفس التعريف ولكن بتتاخد 30% من اللايف لودز without impact على 2 تراكس. طيب هي عبارة عن ايه؟ هي قوة طولية يعني في اتجاه الريل او في اتجاه السترينجر. طب القوة الطولية دي هتأثر في الليفل اللي فوق، هتدي مومنت ام واي على الكروس جردر. لو الارتفاع للسترينجر قليل يبقى هتدي ام واي على منتصف القطاع فقط بتاع الكروس جردر او على الفلانجز بتاع الكروس جردر. هنحسب البريكنج فورس او الدراج فورس ازاي؟ هرسم المين جردر وشامل اللينث بتاع التو اند براكتس اللي في البداية والنهاية، اللي هو بيبقى الطول بتاع الاند براكت من 30 لـ50 سنتي. يبقى ال ال نوت ده اللي هو شامل التو اند براكتس هيساوي السبان بتاع البريدج زائد 60 إلى 100 سنتي. وابتدي احط الاحمال، احط طبعا البوينت لودز كلها لانها بتتقل، وبعد كده المسافة المتبقية هحط فيها اليونيفورم لود. احسب مجموع القوة اللايف لود دي كلها هتبقى 25 طن، ده التراك لود في 4 أحمال زائد المسافة المتبقية اللي هي عبارة عن ال لود ناقص المسافة دي اللي هي 5.6 متر مضروب في الحمل الموزع اللي هو 8 طن على المتر الطولي. يبقى ده طبعا الكلام ده هضربه في روم هجيب البريكنج فورس، هضربه في 3 من 10 هجيب الدراج فورس، والدراج فورس طبعا أعلى من البريكنج فورس، يبقى دي اللي هناخدها في الحسابات. عندنا هنا سنجل تراك بريدج، القوة دي اللي هي البريكنج فورس اللي محسوبة هتتوزع على كل الكروس جردرز، يبقى هقسم على 2 في عدد الكروس جردرز، يبقى هنا تدينا القوة بي داش اللي هي عند كل كروس جردر، يبقى هتتوزع بالشكل ده بي داش وبي داش بينهم مسافة عدد 8 من 10 متر، هتدي ام واي على الكروس جردر. هنا لو دبل تراك بريدج هنعتبر ده برضو الكروس جردر لما تشوفها في البلان. هنا السبورت ده اللي في المنتصف ده عبارة عن البريسنج سيستم اللي موجود مع الكروس جردر اللي هو اللي كنا بنقول عليه اللودد كورد بريسنج، يبقى اللي موجود مع الكروس جردر هيمثل سبورت في النقطة دي، وهنا دي تتحل ب يعني شغل الستراكشر بقى ستاتيكال انديترمنت بيم، ونجيب الام واي. طب لو عندنا اكتر من تراك، 3 تراكس 4 تراكس، هو المطلوب تحميل ايه؟ تحميل 2 تراكس فقط طبقا لإيه؟ يعني للكود، ده مش معقول يبقى في 4 قطارات وكلهم يفرملوا مرة واحدة، يبقى هما المطلوب تحميل 2 تراكس فقط. وفي الحالة دي برضو هنعتبر في سبورت في النص أو حسب شكل البريسنج سيستم، ونحط الأحمال بحيث إنها تدي أقصى إم واي. هنا نلاقي أقصى إم واي هيبقى تحت الحمل ده، أقصى إم واي تحت الحمل ده. طبعا لازم أحمل تراكس، يعني ما ينفعش أحط الأحمال دي زي ما أنا عايز،
طيب هنا لما يكون أقصى حمل في تحت ده أقصى مومنت، ولكن إحنا بنصمم الكروس جردر بناخد المومنت ام اكس في تقريبا قرب الميد سبان، يبقى لازم ناخد الام واي الايه اللي معاها اللي هي تبقى عند السبورت ده. لو في بريكنج فورس بريسنج يبقى في الحالة دي بعتبر ال M Y بتساوي صفر، يعني ما بصممش الكروس جردر انها بتشيل البريكنج فورس، اللي هيشيلها هو البريكنج فورس بريسنج. ولكن ناخد بالنا هنا لو السترينجر طبعا قلنا الدبث بتاعها قليل هيدي ام واي على الكروس جردر، يبقى لازم هنا احاول اعمل طريقه ان انا انقل، لان البريكنج فورس بريسنج فيه مع اللور فلانج بتاع الكروس جردر، اما الاسترنجر فهي ملاصقه للابر فلانج بتاعت الكروس جردر، فهنا برضو هيبقى فيه جزء من الام واي على الكروس جردر. يبقى في الحاله دي لازم اعمل حاجه بحيث انقل الفورس دايركتلي للور فورس او اللور بريسنج او البريكنج فورس بريسنج. طيب الطريقه ان انا بعمل زي براكت كده عند السترنجر بحيث ينقل فورس مباشره، او اعمل السترنجر فول ديبس، يعني اخلي العمق بتاعها نفس العمق بتاع نفس عمق الايه الكروس جاردر، وفي الاخر هصمم البريك فورس بريسنج، احط قوة بي داش اللي كنا حاطينها على عند كل كروس جاردر، وابتدي اصمم الترس ده واحسب الفورس فيه واصمم الممبرز بتاعته. عايزين نحسب الديزاين سترينج اكشنز، هيبقى عندنا قطاعين، قطاع في المنتصف وقطاع تحت او عند السترينجر. هيبقى هنا القطاع الاولاني ده هيبقى ام ديد ماكسيمم زائد ام لايف ماكسيمم، طبعا هنضرب الام لايف في فاي عشان ناخد تأثير الديناميك افكت او الامباكت لود. ده التصميم على كيس 1. بالنسبة للقطاع التاني هيبقى ام ديد عند النقطة دي زائد ام لايف ماكسيموم، طبعا هيدي مومنت اقل، طبعا مضروب في فاي والكلام ده بس هيدي مومنت اقل. طيب هنلاحظ هنا لو انا عايز اخد بقى تأثير اديشنال لودز يبقى هنا هاخد ام اديشنال نتيجة الالاستيك فورس، وإما اديشنال اللي هي في المنطقة دي نتيجة الويند لود. القطاع التاني هيبقى قلنا المومنت ديد ولايف هيبقى أقل من القطاع الأول، ولكن الإما اديشنال نتيجة الإلاستيك فورس هي هيها، والإما اديشنال نتيجة الويند لود أكبر شوية. طيب أنا بصمم على الكيس الأولانية وأعمل تشيك على الكيس التانية، طبعا هي بتبقى كيس 2. طب تأثير البريكنج فورس هيبقى ام اكس زائد ام واي نتيجة البريكنج فورس او الدراج فورس، ودي بتبقى كيس 2. طبعا الشير هاخد تأثير كيس 1 فقط، يبقى كيو ديد زائد كيو لاي في الفرق. بالنسبة للفتيجة تشيك ما باخدش الاديشنال فورسز ولا ويند ولا الاستيك، بعمل على ام ديد زائد ام لايف في الفاي، ده الماكسيموم مومنت، والمينيموم مومنت هو الام ديد طبعا على اعتبار ان مفيش لايف او دايناميك افكت. عند التصميم لو السبان قليل هيبقى هستخدم، ممكن استخدم الهوت رول سيكشنز. الهوت رول سيكشنز القابلة للاستخدام اللي هي الستاندر اي بيم او الاي بي ان، ودي بتبقى بارتفاع لغاية 600 ملي، او ال اتش بي اي بي اللي هي البروت فلانج دي بارتفاع لغاية 1000 ملي. لو السبانز اكبر بستخدم بيلت اب ويلد بليد جردر.
ممكن من غير استيفنر، ولكن الأفضل إنها يبقى فيها فيرتيكال استيفنر، وهي بتبقى مكانها تحت السترينجرز عشان تدعم الأحمال المركزة الكتير أو التقيلة عند السترينجرز. بالنسبة للسبانز برضو الكبيرة ممكن استخدم التراس سيستم. طيب نفس خطوات التصميم بتاعت سواء لو رولد سيكشن أو بليت جيردر، ولكن في بتختلف في الاستيميشن فقط بتاع السكشن هايت اللي هو اتش كروس جيردر على بي من 7 إلى 9. واحنا بنعمل التشيك على الديزاين الاختلافات، يعني الديزاين عملناه قبل كده لحاجات مختلفة، الاختلاف بس ان اللاتر اكشوال لاتر تورشنال او الاكشوال لاتر الانسبورتد لينس هيبقى 180 سنتي، اللي هي المسافة بين السترينجرز. الفاكتور سي بي 1.35 لوجود أحمال مركزة. في حالة المين ستريسز أو البرايمر ستريسز هيبقى طبعا تشيك على ام اكس على زد اكس، ما تزيدش عن اف بيندنج كومبريشن. في حالة أخذ تأثير الأديشنال إفكت أو الأديشنال مومنت نتيجة الإلاستيك لود والويند لود يبقى هزود الألاول ستريسز 1.2، أضربها في 1.2 يعني زودتها 20%. تأثير البريكنج فورس، لو البريكنج فورس بريسنج مش موجود يبقى ام اكس على زد اكس في 0.64 الاف فيلد، زائد ام واي على زد واي في 0.72 الاف فيلد. لو القطاع مفهوش لاترال تورشن باكلنج والقطاع كومباكت سيكشن هيبقى طبعا ما يزيدش عن 1.2 نتيجة ان دي سكندر ستريسز. لو قطاع نون كومباكت وبرضه ما فيش لاتر تورشن باكلنج يبقى الالاوبل ستريس 0.58 الاف يلد. لو قطاع نون كومباكت وفي لاتر تورشن باكلنج يبقى الالاوبل ستريس هضربه 1.2 في الاف بيندنج كومبريشن. تأثير الفتيج طبعا نتيجة الأحمال الرئيسية يبقى حول محور إكس فقط، يبقى اسم على زد إكس، إم ماكس ناقص إم مينيم على زد إكس أقل من إف إس آر. وراعي وأنا بختار بحسب الإف إس آر إن الـ N اللي هي عدد السايكلز بتتحسب من كلاس 3 في الجدول بتاع الريلوي. الدلتا لايف هتساوي 5/48 ام لايف ماكسيمم ب تربيع على الاي اي اكس، طبعا دي ابروكسيمت فاليو ما تزيدش عن ب على 800 عشان الريل واي بريدج.